ما في مبرأ اجتماعي عم يتربص، ولا في قاعدة، في شعب تعبان محبوم ما عم يشتغل ما عم يقوم يتعيش، كلهم كذابين. الله يرحم رفيق الحريري اللي زبط هالبلد، من بعده خربت هالبلد. لازم كلهم يشتغلوا مشان هالبلد، إذا كل واحد بيشتغل لمصلحته الخاصة ما حيمشي حاله. ما في مرأة اسلامية ولا في الموضوع كله بغي منه، في فار وتقطير وبس. إنه لسان حال أبناء مدينة الرئيس نجيب ميقاتي الذين يدعونه إلى إنماء طرابلس بدل التلهي باتهام أهلها بإقامة إمارة إسلامية. هذا الاتهام لاقى ردود فعل ساخرة لدى عدد كبير من مستخدمي الفيسبوك في المدينة، ومن بين التعليقات مواطن يدون: من إمارة طرابلس صباح الخير. فيرد عليه مواطن آخر مدونا: من الجمهورية اللبنانية صباح النور. من أولا أنا عم أستغرب الحقيقة أن يصدر كلام من هذا النوع عن الرئيس ميقاتي، خاصة أنه اتهم السلفيين أنهم يريدون أن يقيموا إمارة في طرابلس، وأنا أعلم أنه هو نفسه يحاول إقامة علاقات تواصل مع هؤلاء السلفيين أنفسهم، فكيف يدخل في تناقض أن يقيم علاقة مع من يريد أن يقسم البلد ويعمل إمارة في طرابلس؟ لكن أنا ما عدت أتفاجأ، خاصة أنه هذا التصريح جاء بعد مقابلة الوزير الفرنجية يلي تكلم بوضوح أن هناك من سعى لإقناع وزير الدفاع سابقا بالقول بنفس الكلام بالإمارة في الشمال وبالقاعدة في عرسال، وجاء الآن الرئيس ميقاتي ليتكلم في نفس الجو. كيف يعقل أن تنشأ يعني إمارة في مكان أهل هذا المكان ينادون بدور للجيش في خطة أمنية واضحة؟ طرابلس قلعة الإرهابيين، هكذا يريد نظام بشار الأسد وحلفائه في لبنان أن يصوروا عاصمة الشمال، وهو أمر لا ينطلي على أي زائر للمدينة التي تنهض بعد كل اعتداء من أتباع الأسد، والتي يؤكد أهلها إيمانهم بالدولة وبالعيش الواحد. يبدو أنه في أمر عمليات سوري لإعطاء صورة لطرابلس والشمال على أنها عصية على الدولة وأنها مأوى للإرهابيين، وبالتالي ينبغي أن يعطى الضوء الأخضر لمن يحارب الإرهاب أن يفعل ما يريد في لبنان. الإرهاب لا وجود له في لبنان، الإرهاب وهم تصطنعه الأنظمة ومنها بعض من هو في الحكومة الحالية لتبرير ما يقوم به من ارتكابات ومن جرائم ومن توجيه سلاح إلى داخل الصف اللبناني. أستطيع أن أؤكد من خلال معرفتي العميقة بالساحة السلفية، هم أبعد ما يكونون عن فكر القاعدة، هم ارتضوا أن يتعايشوا مع الصيغة اللبنانية، رشحوا قبل ذلك للانتخابات اللبنانية، وبالتالي ليسوا أصحاب فكر انقسام عن الدولة ولا بعد عن الدولة. الجمهورية اللبنانية هي الإمارة الوحيدة التي يرتضي أهالي طرابلس أن تظللهم، وهو ما يبدو غائبا فقط عن حكومة ميقاتي الأسدية.